الثالثة زوالا على MFM نشرة الأخبار الجهوية مع أحمد بن عيوش. السلام الله عليكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة، نستهلها بأهم العناوين. بمراكش تواصل أشغالية الدورتية الثالثة للمناظرة الدولية للابتكار والتكنولوجيا في صناعة الفوسفات بمشاركة حوالي 1300 فاعل في قطاع صناعة الفوسفات من القارات الخمس. أزيد من 350 ألف طالب وأستاذ وكبار أصحاب القرار المؤثرين في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات يتابعون بمراكش منافسة 1200 مشارك من 65 دولة يمثلون 128 جامعة مرموقة في العالم. وبمدينة مراكش دائما تتواصل فعالية الدورة 39 لبطولة كأس العالم للحاسوب المنظمة من طرف جمعية آليات الحاسوب الأمريكية بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الأخوين بإفران وجامعة مونديابوليس بالدار البيضاء والجمعية المغربية لآليات الحاسوب. وتجمع هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس أزيد من 350 ألف طالب وأستاذ وكبار أصحاب القرار المؤثرين في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين سيتابعون منافسة 1200 مشارك من 65 دولة يمثلون 128 جامعة مرموقة في العالم. سارة بن داود. اختيار المغرب كأول بلد عربي متوسطي وإفريقي لاحتضان هذه التظاهرة مناسبة تتاح للطلبة والمؤسسات المختصة من أجل تعزيز إشعاع المغرب في مجال المعلومات. الحسن الدودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. اليوم تحتضن مراكش تظاهرة عالمية على مستوى الإعلاميات، لم يسبق لأي دولة عربية أو إسلامية أو إفريقية أن نظمت مثل هذه التظاهرات التي تجمع تقريبا 1300 مشارك. إذن مراكش تستحق مثل هذه التظاهرات والمغرب استضاف هذه التظاهرات تحت الرعاية الملكية. إذن المغرب ينخرط في العولمة من باب العلم إن شاء الله. ويشارك المغرب بفريقين يمثلان جامعة الأخوين بإفران وجامعة القاضي عياض بمراكش يمثلان الشباب المغربي في هذه المسابقة الدولية الكبرى. يحيى الفقير مشارك من جامعة القاضي عياض. هذه المشاركة تضيف لنا بزاف تاع الحوايج، تتيح لنا فرصة باش نتحاكوا مع دوطخ يونيفرسيتي من العالم كامل On peut comparer nos niveaux. Nous avons un peu de temps maintenant. Nous avons un peu de temps pour nous faire 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 un peu de وللإشارة فسيتم خلال هذه المسابقة طرح مشاكل على المشاركين لإيجاد حلول لها من خلال برامج معلوماتية في وقت محدد اعتمادا على حاسوب واحد. وستختتم فعاليات هذه النسخة يوم غد ليتم إعلان المجموعة الفائزة بلقب الدورة.